مش أفراد اللي بهين أد فهنتن وحويا واقع الدنيا ده ما أنت هتكون مشاي وحأد لغة وحيا ما أد كل لغة حما ضاع ولي بنا قلب كايم كأفراد بدن كله يرد من فهنسنا الدنيا ده ما أنت هتكون مشاي محاك صعبة إيش كبد دابا وح الدنيا ده كلك صعبة ومدي إن إسلامك أما عالم الإسلامي محاك ترى حتى من فهنسنا ده يرد ما أنت هذا اللي إدويديو إسرائيل يا فلسطين ما حس قايم وهذاك تحسا بل يرب ذني وجه شبابن وحي لقيا بيني موديان إني يهين لبوا وضنا وشارة يهود كسود وشي فلسطين بلقيا بدل يرب ذني واستان مركها واقع الدنيا ده تكون نشاي آخر شبك هجيب بهي هدي كلام دقول بدنا قنصة وين تفهمي كرتها هرت الشينية تهوان حس قايم هالك كسب العام تاريخ دودو ما أنت هيمك ها روش كوحو دولان كوي يا أوكرين ما هكذا حي أوكرين يا روش ما هيس كوايا وحاسو لنا الدنيا ده عاد ما أنت إسكب الدابة حتى كوا بها سيتين هل كيننا حتى سكى أي ودن كيننا اللي تشوفنا إيه أفريقيا أي اللي بعدين دعوين كقصة على إن أتفهم كرسو بركا قفك قويان كي وقفك حتى ورك أنا لعك لصع ذا مهم ويان دينات إذا على إسكب اللي جسته أظن كوب أنا ده معناه وقت بدنا عن كل منين بي بي سي دوكلا إيو سي إن إن تيو ده ورر بدنا فيك وبيننا والشيغاني كوانا ده أكيد دكتوراتو سكيل عالشو لكن سي قضب كافر هذا ميم كبه حويا واقعة ما أنت أدنوش عاي سيدي وحس عبان وين أتفين سنتي قضب كو قضن بيان كقب حي وحويا أخرس كقب عانا بخريسو وإن أدقران كرتو أما أدوحك أخرضو بربوغاندا ده iyada la yaaynta loo jeediyo diinta islaamka diinta islaamka waxa ku socota propaganda aad u badan iyo dhaleeceyn aad u badan lacag far badan baa lagu bixiyaa shirar far badan baa laga galay buugaag far badan baa laga qoray maanta adoo qof dhalinyaro islaam ah waxa kugu filan baa in lagu dhaahdo ilaahay inuu jiray in kala balno cade wax laga yaabo inaad ka jawaabi karto hadii lagu dhaado nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam بل إنه رسول الله هم حد عدين أضواء ستة أذيك أنا قف كي مسلم كي باتاي وأنا أنصر هذه اللي قلها ذو دين تينو رجع يدو مركوي كل سرنشيس أرد حلك إنك كان لوب بدي قبر دنا والله يسيا مو والله ضيعي ما حد كتشي وابي هذه اللي قلها ذو ما أنت دين الإسلام حرية القول كما قلا وقف كي إنك بحلو وديشان sida awgeed waxa tiin diin taageeraysa abuurinta oo xurriyadda qolka ka soo horjeeda maxaa jawaabada aad ku jawaabi marka buugta buug farbadan waxa jira ka hadlaysa muxuu ahaayay diinta islaamka iyo daacadaha soo dhan intay rag qaar kood soo ururiyeen oo buug ku qoreen ayay turjumeen qaar ba ingiriis ku qoreen qaar ba carabi ku qoreen qaar ba xataa soomaali ku qoreen shan taqdo ayay ku soo koobayaa قف ولبا إنه علم وياشو أو وحكة أخريه. بنتي يجا بجبدي واحد الله يهيم. واحد شرتها الحرفة. أو هدي أدبرته. نرش هذا الشيء وحقه بدري دونها. حرفة ده واحد الله يقنا وواحد الله رضى فاسر لينك. أما أخرس كدق دقة. هرت ولي ما يستجابيسين. أدي هذا واحد الله حساب تامر كا واحد الله أخريه. يمسك المدود بالأخري كرسا هل كده دقيقة له. أنتي نيم خالك فريدة يا شيء كريا هل كده دقيقة يمسك الموضوع بعد آخر يكترى أما يمسك آخر دعمه كم أقرن كرا هاي فريق نيكاس أدبو نكسي لكن وحنا ما نيا بدن كنو أنتي نانس لسه قاعدين بحال كده دقيقة يمسك آخر دعمه ما آخر دعمه أرتب ثالا بدي إنه سأش حق هراي إنه قاعدنا الدنيا ده لحدحاتك وحدتك آخريان هل كده دقيقة بقى بقولي كنتن إلا بقولي تضوات كلمة دوت هذا بقى حرف ضني أخرس كده دقاي وحي كاع ونسا إن هل كده دقيقة إما كرجعنا كل أي مال أنتي أنت صبوك بأخريان ده نورمال سيد إنه كلامه قفكو واحد لو جب هني أي هل كده دقيقة بقى إنه أخرين كرو أفر بقوله كلمة دوت مالك هو حخرس كاع وهل كاش هو قالو oo halkii daqiiqada 400 kelmado akhri kareeso de maalinkaas aad ku biiri kareysa ragaaynka in ku soo sheekeynayeen lahayn horumar bay gaareen iyo muxuu ahaay waxba soo kordhiyeen
arinka hadaw maxaa ka caawinaya waa inaad barato xirfada la yaqaan fast reading akhriska degdeg ah akhriska degdeg ah diyada imka tababar lagu bixiyo anuu ma arag wali qof Soomaaliyo ee tababar bixinaya akhriska degdeg ah laakiin iyadoo iska fudud oo haday doonto xataa bilaash wax iska jirtaa internetka oo englishna ku daawan karto carabina ku daawan karto marka aanu sanadkan imka waxaan aad iyo aad aan kula dardaarmaya inaad yeelato xirfada loo yaqaan akhriska degdeg ah akhriska degdeg ah waxyaabo kala duwan baa lagu bartaa waxa ka mid ah hal mid baan ka sheegayaa waayo waqtina ma hayno oon doonayo caawa idinkuna markaad tigtaan inaad soo baadhaan waa tuulka ama waa xirfada loo yaqaan SQ3R waa S iyo Q iyo 3R waxay ka mid tahay xirfadaha ama tuuliska ugu waaweyn ee adduunyada ay raggu wax ku akhriyaan iyadoo la sharaxay oo basiida oo aada u fudud ayay haddaad imika haddaad baadhaan googleka ama youtubeka aad ku qorto SQ3R aad qorto wuxuu kuu soo dhigayaa iyadoo intaasoo brofeseero kala duwan ay sharaxayaan marka waxaa ka mid tahay xirfadaha lagu barto akhriska degdeg ah qof walowba waxaan ku dardaarmayaa in aynu wax akhrino haddii aanad waxba akhriyina aad ku tala gasho inaad si kastoo aad wax u dhigato amaad wax u daawato inaad ka dhacsan tahay adduunyada iyo horumarkii adduunyada akhrimood khasaareed ku jirtaa waxaan xasuustaa maalin nin ahaan jiray wasiirka difaaca yuhuudda ayaa wuxuu soo bandhigay qorshaha ay yuhuuddu ku dagaalamayso haddii ummadda muslimiintu ay soo weeraraan beri dhaweyd bahe adamaha qorshe fiika qorshihii runtii ee iyaga ilan qorshuhu waa siro waa la kala qarsada adduunyada isagu wuxuu soo bandhigay qorshihii runtii ay lahaayeen markaasaa lagu yihi nio sirtii dowladda saudiga faafiyey markaasuu yihi nio walwal kama qabo ummadda islaamka lagu sheegaay waxa ma akhriyaanba dee internetka iskaga jirtaana hore ma u akhrideen oo ma aragteen maba inaan maqalba waa runtii ninkaasi wuxuu sheegayay marka aynu ku dadaalno inaynu wax akhrino qof kasta waxaa la dhahdaa ninka maanta wax akhriyaay waa hogaamiyaha berita weyaan aad iyo aadna waad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh